بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم أغلى السلام للسنة العاشرة على التوالي. الزنقة 183 كتحتفل بعيد الفطر المجيد، وفي هذه المناسبة هذه اللي هي تقتصر على مساعدة والمساهمة ديال الجيران والأبناء والأطفال ديال الجيران اللي كنساهموا جميعا في هذه الاحتفالية. وبالمناسبة كنتمنى للجميع عيد مبارك وسعيد. من الطقوسات اللي كنقوموا بها، كنقوموا بعملية إفطار في شهر رمضان، والإفطار تكون يوم عيد الفطر، حيث كنستقبلوا المصلين في الصباح بالعادات المغربية التمر والحليب. كنختموها ببعض الجوائز للتلاميذ ديالنا الصغار اللي كنحييهم كيقوموا مثلا الصغار اللي تيصوموا رمضان رغم ان صغر السن ديالهم. اضيف بان هذه الاحتفاليه هذه هي مساهمه من جميع الجيران، وككل سنه اي فرد كيدفع واحد الرصيد او واحد المبلغ، وكنقوموا بهذه الاحتفاليه هذه اللي كنجمعوا فيها الجيران ديالنا جميعا، وكتكون الزياره ما بين الجيران. رغم ان اقول واضيف ان المنطقه ديالنا هي موجوده في منطقه العلامه اللي كيقولوا انها منطقه مهمشه، ورغم ذلك انتم كتشوفوا هذه الجماليه وهذا الرونق وهذا الاحتفال وهذه الفرحه وهذه السعاده اللي كتعوم الجميع. نحييكم مرة أخرى، شكرا جزيلا لكم، عيد مبارك سعيد. السلام عليكم. ككل سنة تحتفل الزنقة 183 بعيد الفطر. هذه الأجواء اللي تنعيشوا في الزنقة تفرحوا فيها الأطفال وكبار السن بتزيين الزنقة من طلاء الجدران والأرضية، أيضا النفافخ وباقي الزينة. هاد الفرحة هذه ديما تنعيشوها وتفرحوا فيها الكبار والصغار، وتكونوا فيها مسابقات وجوائز الأطفال تحفيزية من أجل الدراسة. هذه المبادرة كانت من الزنقة، الجيران ديال الزنقة 183 اللي هما اللي ساهموا باش داروا هذه المبادرة هذه. وخا الموارد كانت قليلة وقليلة بزاف، قدرنا نتمشاو معاها. اللي كنا تنتمناو أن السلطات تعطينا واحد الاهتمام، تعطينا واحد الاهتمام وتعاوننا في مثل هاد المبادرات باش تحاول تنشرهم عامة في المدينة، في مدينة القنيطرة كلها. وتتمناو تنشر هاد الفكرة في جميع الأحياء القنيطرة عامة. كيف تنقول لجميع القنيطريين والمغاربة عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية. شكرا.